طاقات التحدي من انطلاقات الإثارة من طلاقات هذا المهرجان هنا على أرضية هذا الميدان في هذا اليوم الجميل وأول بداياته. هنا أيضا مهرجان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المقام على أرضية هذا الميدان هنا الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ. شوطنا الرابع عشر الخاص بالبكار اللقاية المهجنات الأصايل هنا أيضا لأصحاب السمو الشيوخ. نسير على صدارة نسير هنا مع الشايبة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في تضميرها من تأتي على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تتواجد بنت صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك لهيبي في تضميرها وعلى المركز الرابع الثالث عفوا والمنطلقة هنا في هذه اللحظات من حاف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن محمد بن نايف الهاجري في التضمير من تنطلق على المركز الأول الثالث والصدارة. المركز الرابع المركز الرابع شواهين هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن السيل بن هيان العامري في التضمير. خامس مراكزنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن ثعلب الهايري في التضمير. سادس المراكز والمنطلقة هنا على سادس المراكز في هذه الانطلاقة هنا الوصول مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق الجميل والتحدي من الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي وعلى المركز السابع. المركز السابع المركز السابع هو التدخل من الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في التضمير. الشواهين القادمة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي بهذا الانطلاق الجميل. وهنا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سيف بن عتيق بن عمير العميمي في التضمير من تنطلق بهذا التحدي والإثارة. عاشر مراكزنا والقادمة شديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل والتحدي هنا بهذا الانطلاق. هنا مشاهدينا الكرام المسيرة هنا الانطلاق هنا التحدي هنا الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. وأعود إلى صدارة أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكروم والصدارة. هنا المقدمة والمركز الأول الشايبة هنا في بداية الانطلاقة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في التضمير. هناك من الجانب الآخر بالظبيان القادمة بهذا الانطلاق الجميل هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عتيق بن سالم بالعرق الحميري في تضمير بالظبيان بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هنا تأتي الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بهذا الانطلاق الجميل والتحدي مشاهدينا الكرام. هناك ايضا سالم بن عامر المدهوشي في التضمير نشوى من تاتينا هنا على المركز هذه اللحظات. الرابع لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بسيب اللحد الهايري والتسلل التسلل التسلل بهذه الانطلاقات الجميلة هنا ايضا بهذا الانطلاق هو التحدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بهذه المسيرة. وهنا أيضا عبد الله بن ثعلب
الهارفي التضمير والانطلاق والتحدي. يا سلام بدا الهجوم بدت الاثاره الله الله هنا ايضا الانطلاقات والتحديات جميله جميله جميله. هناك ايضا الوصول من شواهين لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم حمد بن سيل من هيان العامري في التضمير والقادمه هنا شديده لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قياده علي ايضا بن حمد بن راشد بن غدير اللي يقتبي علي بن راشد بن حمد بن غدير اللي يقتبي بدا يتسلل مع شديده لسمو شيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ووصلت هنا وصلت الشاهينيه وشعار الغرافه يا سلام هنا لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني بقياده سالم بن عامر المدهوشي. وهناك شواهين من الجانب الاخر شواهين لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري في التضمير نشوه على المركز الثالث سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف بن لحج الهايري في التضمير. ولكن شواهين على الصدارة شواهين على المقدمة شواهين على المركز الأول للمرة الثانية. هنا التهنية هناك للداعم الرسمي لهذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. شكرا يا أبو عبد الله شكرا على هذا الدعم اللامحدود لهذا الشعار. تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. تهانينا لسالم بن عامر مدهوشي الشواهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان محمد بن رابس المكتوم مركز الثالث. تأتينا هنا نشوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم شديدة من وصلت على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. بالضبيان في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من وصلتنا على المركز الخامس بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة والتوقيت الزمني. مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة الوصول هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي للشاهينية قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 46 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. بينما المركز الثاني وصلت هنا أيضا شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري قاطع المسافة في 7 دقائق 47 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كانت نشوة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لحج الهاري 7 دقائق 48 ثانية و6 من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات الجميلة. وهنا